نعم، وهو كذلك يتواجد الآن هنا بمطار إنقزام، حيث يتم شحن الكميات من الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية الموجهة هنا لهذه الولاية وكذلك لدائرة التنزواطين، وذلك مراعاة للوضعية الصحية على مستوى ولاية إنقزام. على العموم تمت اليوم معاينة العيادات وكذلك المؤسسات الاستشفائية على مستوى هذه الولاية من طرف اللجنة المختصة في معاينة هذه الوضعيات، وكذلك ستتم اليوم يعني توزيع هذه الشحنات هذه الكميات على المؤسسات الاستشفائية للتكفل بالحالات المحصية يعني هنا، وكذلك ستتنقل هذه اللجنة إلى دائرة تنزاوطين لمتابعة مدى تطبيق البروتوكول الصحي المتعلق بمثل هذه الوضعيات الصحية. تفاصيل أخرى حول هذه العملية الهامة سنرصدها في نشرتنا اللاحقة، فيما نتنقل الآن إلى ولاية برج بجي مختار لمتابعة توزيع الشحنات المتعلقة بالأدوية والأمصال وكذلك المستلزمات الصحية.